يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك. يا بهجة قلبها وحبورها. سلام عليك. يا سر قيمومتها ونورها. سلام عليك. يا بحر علمها وطورها. سلام عليك. يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه الرابعه والثلاثون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول إلى ماء, ماء يا إمام يا إمام الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا إمام, يا امام اني في انتظارك, في انتظارك على طول محطات الطريق, الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون, حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم, في انتظارهم مستقبلون, مستقبلون معهم, معهم سيذهبون, سيذهبون وستبقى محطات الطريق فارغه سألتحف الفراغ وغربه الايام هم تضحك ايامي واشوفنك هم تضحك ايامي واشوفنك لو حزن اسود يظل طول الطريق, الطريق, الطريق الدرب, الدرب مو حش يا إمام مو حش مو حش يا إمام الدرب مو حش يا إمام لا صديج ولا رفيق, رفيق سأبقى سأ... أودع المغادرين واستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى عزيز علي يا امام عزيز علي عزيز علي ان اجاب دونك وانا غام عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل وال. هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى الحلقات المتقدمه في هذه المجموعه من برنامج الخاتمه والتي بدات من حلقه 230 وثلاثين الى الحلقه 233 وثلاثه وثلاثين وهي الحلقه الماضيه هذه الحلقات الاربع عرضت فيها من المعطيات والحقائق والقرائن التي اذا ما تدبرنا فيها وتفكرنا في مضامينها فان احتمالا قويا يظهر ما بيننا من ان المشروع المهدوي الاعظم يتحرك باتجاه السيناريو الثالث قطعا نحن لا نتمنى هذا ولا نريد هذا لكن الامور لا تجري بحسب الامزجه هناك قوانين حاكمه وهناك سنن الهيه ثابته وهناك ولايه المعصوم التي يخضع لها كل شيء في عالم التكوين وعالم التشريع بسببنا نحن بسبب الواقع الشيعي بسبب زعماء الدين وزعماء السياسه الذين ينطلقون بمنطلق ديني بسبب هؤلاء وبسببنا نحن الذين نتراكض وراءهم فان احتمالا قويا جدا ان يطوي السيناريو الثاني يعني سيناريو القربان ان يطوي صحائفه وان يجمع اطرافه وامتداداته كي يتحرك المشروع المهدوي في واقعنا الشيعي باتجاه السيناريو الثالث انه سيناريو اليوم الاخير فما تقدم من معطيات ومن حقائق ومن قرائن يولد احتمالا قويا بهذا الاتجاه نحن لا نعرف اسرار البداء ولا نعرف قرارات امام زماننا الحجه بن الحسن لاننا لا نعلم الغيب من جهه ومن جهه اخرى نحن لسنا على صله مباشره مع امام زماننا فهذا هو واقع عصر الغيبه بشكل عام وواقع عصر الغيبة الطويلة بشكل خاص لكن مشكلة ستبقى موجودة بيننا أبقي السيناريو الثاني ام طويت صفحته وحل محله السيناريو الثالث هناك مشكله في واقعنا الشيعي التوقيع الاخير اشار اليها اخر توقيع خرج من الناحيه المقدسه الى السفير الرابع الى علي بن محمد السمري وقد قراته عليكم في الحلقات المتقدمه ساذهب الى موطن الحاجه التي اريد الحديث عنها في هذه الحلقه اقرا عليكم من كمال الدين وتمام النعمه لشيخنا الصدوق وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 542 رقم الحديث 44 إنه التوقيع الأخير والذي جاء فيه فلا ظهوره والحديث عن ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب المشكلة هي هذه هذه مشكله متفشيه في الواقع الشيعي قسوه القلوب والحديث عن قسوه القلوب هنا حديث عن مصطلح هذا مصطلح من مصطلحات الثقافه المهدويه فليس الحديث عن قسوه القلوب هنا بما يعكسه لنا المعنى العرفي المعنى اللغوي الحديث عن قسوه القلوب هنا بنفس المنطق القراني وليس بمنطق العرف اللغوي في العرف اللغوي المراد من قسوه القلوب أن القلوب تخلو من الرحمة التي تلم بالقلب حينما يشاهد الانسان ضعيفا من البشر او من الحيوانات هو بحاجة الى مساعدة فيحنو قلب الانسان على ذلك الكائن الضعيف مصداق من المصاديق هذا قسوه القلوب التي يتحدث عنها التوقيع المهدوي هذا ما هي هذه قد تكون في جمله مجموع المعنى لكن قسوة القلوب هنا اصطلاح قرآني اصطلاح من اصطلاحات الثقافة المهدوية في سورة الحديد في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسمله الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله قسوه القلوب هي هذه التي تناقض هذا المعنى القلوب غير القاسيه هي القلوب الخاشعة لذكر الله وذكر الله عنوان في الكتاب الكريم بحسب ثقافة العترة الطاهرة وبحسب تفسيرهم لقرآنهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير الأول وفي بيعة الغدير الثاني أيضا. بحسب ثقافتهم، بحسب تفسيرهم ذكر الله عنوان لمحمد وآل محمد لأنهم الذكر الأكبر لأنهم الذكر الأعظم لأنهم المثل الأعلى هذه أوصافهم وهذه أسماؤهم في هذا الكتاب الكريم فهم المثل الأعلى وهم الذكر الأكبر ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل من اليهود والنصارى فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون هذا التعبير جاء بعينه في التوقيع الشريف فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وماذا يقول القرآن في سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون كثير من الذين قست قلوبهم كثير من الذين اوتوا الكتاب فبعض الذين قست قلوبهم قد تدركهم الرحمه وقد يدركهم لطف امام زمانهم صلوات الله عليه فقسوه القلوب هي هذه التي تناقض هذا المعنى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل اليهود الذين كانوا في جزيرة العرب لم يكونوا أصلا من أهل جزيرة العرب وانما هاجروا من بلاد الشام وتحديدا من فلسطين هاجروا من هناك وجاءوا يبحثون عن المدينه التي سيهاجر اليها النبي الخاتم كي ينصروا النبي الخاتم فجاءوا يبحثون عن يثرب عن المدينه التي ستكون مقرا للنبي الخاتم البعض منهم تعبوا من البحث لكنهم كانوا يعلمون من انهم قريبون منها فاستقروا في المواطن التي استقروا فيها بعيدا عن المدينه كالذين استقروا في خيبر وبقي قسم منهم مصرين حتى يجدوا مدينه يثرب الى ان وصلوا اليها واستقروا فيها على امل ان ينصروا النبي الخاتم فعندهم علائم بعثته وعندهم اوصاف شخصيته وعندهم سائر التفاصيل التي ترتبط بظهوره وظهور دينه لكن الذين فعلوا الافاعيل فيهم هم احبارهم رجال دينهم فحرفوا الدين ولعبوا فيهم ضحكوا عليهم اذا ما ذهبنا الى سوره التوبه في الايه الحاديه والثلاثين من سوره التوبه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله هم لم يعبدوهم وانما الاحبار والرهبان شرعوا ما شرعوا لليهود وللنصارى من الدين بما يخالف حقيقه الدين وانما شرعوا ذلك كي يسرقوهم كي يضحكوا عليهم كما في الايه الرابعه والثلاثين من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يأكلون أموال الناس بالباطل هم لم يفتحوا شركات ولم يؤسسوا مشاريع استثماريه انما هم ياخذون الاموال منهم بعنوان ديني هكذا كانوا يسرقونهم بالضبط مثلما يفعل مراجع النجف وكربلاء حينما يسرقون الشيعه وفقا لاحكام دينيه باسم صاحب الزمان وصاحب الزمان اباح الخمس لشيعته وهؤلاء يسرقون الشيعه باسم صاحب الزمان الحكايه هي الحكايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ائمتنا يقولون ما كان اليهود ولا النصارى يعبدونهم ولو انهم طلبوا من اليهود والنصارى ان يعبدوهم لما فعلوا وانما شرعوا لهم دينا شرعوا لهم احكاما اصدروا لهم فتاوى كتبوا لهم رسائل عمليه بالضبط مثل ما يجري في زماننا هذا يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله مراجع النجف وكربلاء يسرقون اموال الشيعه التي هي اساسا اموال صاحب الزمان وصاحب الزمان أباحها لهم يسرقون أموالهم باسم صاحب الزمان وينفقونها لأجل أن تستمر سلطتهم الدنيوية في حقيقتها والدينية في ظاهرها كي يورثوها لأولادهم من بعدهم كي يورثوا الأموال وكي يورثوا السلطة لأولادهم من بعدهم إن استطاعوا وينفقون جانبا منها في إنشاء حوزة محاربة لإمام زماننا بالضبط لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وسبيل الله هو الامام المعصوم لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يا ايها الذين امنوا ان كثيرا كثيرا من الاحبار والرهبان هو نفس الخطاب الذي وجهه امام زماننا الى مراجع الشيعه في رسالته الى الشيخ المفيد مذ جنح كثير منكم كثير منكم المنطق هو المنطق جنحوا عن المسار الذي كان عليه السلف الصالح من أصحاب الأئمة المخلصين لهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم جاءوا إلى جزيرة العرب كي يمهدوا لرسول الله وكي ينتظروا رسول الله وكي ينصروا رسول الله ولكنهم بسبب احبارهم بسبب علمائهم صاروا من اشد اعداء رسول الله لان احبارهم حرفوا الحقائق وتسلطوا عليهم وجمعوا الاموال الهائله منهم باسم الدين وباسم الانبياء وباسم الاوصياء والحكايه هي الحكايه في واقعنا الشيعي فقسوه القلوب ترتبط بأمرين، الأمر الأول ما أدخلوه من طعام حرام لعقولهم وما أدخلوه من طعام حرام لبطونهم، لبطون الأحبار ولبطون تلامذتهم ولبطون أتباعهم وحتى الذين دفعوا الأموال فإنهم مأثومون ستتضح لكم المعاني من خلال حقائق ثقافة العترة الطاهرة في غيبة النعماني وطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة الطبعة الأولى في الصفحة الحادية والثلاثين بسنده أحمد ابن الحسن الميثمي عن بعض أصحاب امامنا الصادق عن رجل من اصحاب امامنا الصادق صلوات الله عليه امامنا الصادق يقول نزلت هذه الايه التي في سوره الحديد ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون نزلت هذه الآية في أهل زمان الغيبة هذا هو تفسيرهم هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نزلت هذه الايه التي في سوره الحديد التي تلوتها عليكم قبل قليل وجاء فيها ما جاء فيها ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الامام يقول نزلت في اهل زمان الغيبه ثم قال عز وجل ان الله يحيي الارض بعد موتها في الايه التي بعدها ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون وقال امامنا الصادق بعد ذلك انما الامد امد الغيبه فطال عليهم الامد فقست قلوبهم الامام يحصر المعنى في هذه الجمله إنما الأمد أمد الغيبة وهذه الآية التي تلوتها عليكم وهي السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الحديد يقول نزلت في أهل زمان الغيبة من هنا جاء التوقيع الشريف فلا ظهور الا بعد اذن الله عز وجل وذلك بعد طول الامد وقسوه القلوب مشكلتنا هنا في قسوه القلوب اما طول الامد فليس بايدينا فقد طالت الغيبة وطال الأمد كثيرا الغيبة الأولى وصلت إلى ما يقارب السبعين من السنين أما هذه الغيبة فقد طالت وطالت قرونا وقرون بدأت هذه الغيبة منذ شعبان سنة 329 للهجرة وها نحن في شهر ربيع الاول سنة 1443 للهجرة فقد طال الأمد فطول الأمد ليس بأيدينا لا نستطيع أن نصنع شيئا مشكلتنا في قسوه القلوب قد يقول قائل من ان العمل الصالح اذا ما عم الواقع الشيعيه قد يؤدي الى تقصير الامد هذا هذا صحيح لكن الامر في نهايته ليس بايدينا الامر في نهايته بيد امام زماننا وظيفتنا ان نمهد لامام زماننا كل واحد منا بحسبه قد يكون تمهيد الكثيرين بحدود انفسهم ان يصلحوا بعض شانهم ان يصلحوا بعض عيوبهم لا يستطيع احد ان يدعي من انه قادر على ان يصلح كل عيوبه وهو يتحرك بهذا الاتجاه افضل ما نستطيع ان نصل اليه ان نصلح بعض عيوبنا فلا ظهور الا بعد اذن الله عز وجل وذلك بعد طول الامد وقسوه القلوب مشكلتنا هنا في قسوه القلوب بعد هذه البيانات صار واضحا ان المراد من قسوه القلوب ما يرتبط بالطعام الذي ندخله الى عقولنا وبالطعام الذي ندخله الى بطوننا وما يدخل الى بطوننا يرتبط بالذي يدخل الى عقولنا القضيه مترابطه فقسوه القلوب انما تاتي في الاجواء المرتبطه بشؤون امام زماننا بشكل مباشر. انها الرساله التي وجهها الى الشيعه عبر الميرزا مهدي الاصفهاني طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا وقد اقامني الله وانا الحجه بن الحسن طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا هذه هي قسوه القلوب ليس الحديث عن رافه في القلب باتجاه عوائلنا اطفالنا باتجاه ارحامنا اصدقائنا باتجاه ما نراه من حاجه ومن ضعف ومن اذى يعاني منه هذا الانسان او ذاك الانسان من ديننا ام من غير ديننا فليس المراد هذا المعنى خلاف الرحمه قسوه لكن القسوه هنا التي يتحدث عنها التوقيع الشريف هذه قسوه اصطلاحيه مثل ما مرت علينا الايه وهي تتحدث عن خشوع القلوب لذكر الله الايه مرت علينا في سوره الحديد واضحه وواضحه جدا الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما نزل من الحق من المعارف الحقيقيه انها معارفهم فان الخشوع الحقيقي هو في اجواء هذه المعارف لا ان نملا عقولنا من الطعام الحرام من طعام سقيفه بني ساعده ان نملا قلوبنا من قذارات الصوفيين والنواصب من اعداء علي وال علي صلوات الله عليهم فأن نجعل القلوب مملوءة بقذاراتهم وأن نجعل العقول مشحونة بأوساخهم ويتفرع على هذا أن نملأ بطوننا بالحرام خلافا لما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فالمشكله الحقيقيه هي هذه حتى لو لم يتحرك المشروع المهدوي في واقعنا الشيعي باتجاه السيناريو الثالث وهذا هو الذي نتمناه مشكلتنا باقية مشكلتنا في قسوة القلوب وقسوة القلوب اصطلاح مثلما بينت لكم وشرحت لكم المعنى نذهب الى فاصل